حقبة بوتينية على الطريق المؤدية إلى الأقاليم الجنوبية لأفغانستان إلى مدينة هيرات غرب البلاد. المنطقة هادئة عادة، لكنها تشهد بعض الاضطرابات المتفرقة منذ فترة. الحملات العسكرية التي تشنها القوات الدولية جنوب البلاد أدت إلى انتقال بعض المتمردين إلى الشمال. الغاية من حاجز المراقبة هذا هو منع المتمردين من دخول هيرات ومن إدخال المتفجرات والمواد التي يحتاجونها لشن هجمات إرهابية وعمليات انتحارية. حواجز المراقبة هذه ساعدت كثيرا على تحسين الوضع الأمني. قبل أسابيع تسبب هجوم انتحاري ضد قاعدة عسكرية لحلف الأطلسي في اندلاع معارك ضارية بين القوات الأفغانية وعناصر حركة طالبان. هذا الإقليم المحاذي لإيران يبقى الأكثر استقرارا في البلاد. عاصمته هيرات تعد من بين أكثر المدن الأفغانية ازدهارا، ويوصف الإقليم بأنه نموذجي فيما يتعلق بعملية نقل السلطة من قوات التحالف إلى السلطات الأفغانية. هنا القوات الدولية تشرف عليها الكتائب الإيطالية، مثلما تشرف على فريق إعادة البناء الإقليمي في هيرات، وهو الفريق المكلف بمساعدة السلطات المحلية على ضمان الأمن والإدارة الرشيدة والتنمية. نحن مدعوون لمشاهدة ثمار الجهود المبذولة في فائدة المجتمع المدني. المحطة الأولى جامعة هيرات. يدرس في هذه الجامعة 8000 طالب جاءوا من جميع جهات البلاد، من بينهم نسبة 35% نساء. إنجاز عظيم في بلد كأفغانستان. هنا يوجد نحو 10 معاهد في مختلف التخصصات. صوت الشبيبة إذاعة طلبة تبث برامج في كامل أنحاء البلاد. أن تكون صحفيا في أفغانستان قد يكون عملا ممتعا ومفيدا للمجتمع، خصوصا أن أفغانستان عاشت أجواء حرب طيلة عقود وعانينا من الكثير من المشاكل. الآن على الصحفي أن يعبر عن وجهة نظره ويصف بأمانة الحقائق في البلاد. يجب عليه أن يقول كل شيء والاستفادة من الوضع الجديد في أفغانستان الذي يوفر الأجواء التي تسمح بحرية التعبير. الحرية مفهوم نسبي في أفغانستان. نقوم بزيارة لمركز لمساعدة النساء سيدشن خلال أيام. المركز يتوفر على محلات تجارية تديرها النساء، وخلية للمساعدة الاجتماعية والصحية، وقاعة لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى مدرسة لتعليم إدارة الأعمال. مسؤولة المشروع واقعية ولا تريد الغرق في الأوهام. إنشاء مراكز من هذا النوع قد يساعد على إدماج النساء في المجتمع الأفغاني، لكنه لن يعالج 100% مشاكل المرأة الأفغانية. وعي النساء بحقوقهن يتزايد شيئا فشيئا، إذ أصبحت لديهن رغبة في الدراسة وفي تحقيق استقلاليتهن، وهو حق تكفله الشريعة الإسلامية. النساء يرغبن في العمل والذهاب إلى المدارس للتعلم، فيما لا يزال الرجال غير مستعدين لتقبل هذه الحقوق الاجتماعية والاعتراف بها. التوترات العائلية والعنف الممارس في حق النساء تتزايد، لأن النساء أصبحن يطالبن بحقوقهن والرجال يرفضون. تحقيق تطور على مستوى الذهنيات يبقى مشروعا مؤجلا إلى غاية الانتهاء من تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا. ضمان الأمن يبقى رهنا برأي حاكمي الإقليم، الذي يتمنى أيضا قدوم عدد أكبر من المستثمرين في المنطقة من أجل تحقيق التوسع الاقتصادي في الإقليم. الشروط، يقول الحاكم، لم تتوفر بعد لتتسلم السلطات الأفغانية المهام الأمنية بشكل كامل من قوات التحالف. لدينا إمكانيات تجعلنا قادرين على المشاركة في ضمان الأمن خلال هذه المرحلة الانتقالية، لكن الطريق ما زالت طويلة أمامنا لنصبح على استعداد لتحمل هذه المهمة بشكل مستقل وكامل. لكن في المستقبل سنكون قادرين على ذلك إذا سرنا على النهج الصحيح وتوفرت الموارد الضرورية. المفاتيح الضرورية لإعادة الاستقرار لهذا البلد هي الإدارة السليمة للأموال المخصصة للتنمية، والتنسيق الجيد في تنفيذ استراتيجية حلف الأطلسي، وبناء الثقة بين السلطات الأفغانية والمجتمع.
عملية المصالحة التي تحاول كابول تجسيدها مع المتمردين الذين يقبلون التخلي عن السلاح تبقى أساسية هي الأخرى حسب الأصداء التي تتردد في المنطقة. الأشهر المقبلة ستكون حاسمة. أعتقد أن فصل الشتاء يشكل فرصة جيدة للتقدم في مشروع المصالحة وإعادة إدماج المتمردين. فصل الشتاء صعب، ونحن كمجموعة دولية ممثلة بقوات إيساف قادرون على تقديم المساعدة للناس، المساعدة الكفيلة بإقناع الذين ما زالوا يشكون في مساعينا والمتمردين الذين ما زالوا يترددون في الانتقال إلى الموالاة للسلطة المحلية. الساعة تشير إلى 6 صباحا في قاعدة هيرات العسكرية. نحن في انتظار المروحية التي تنقلنا إلى بلامرغب شمال غرب البلاد على الحدود مع تركمانستان. هذه المنطقة الأمنة حاليا تسمى الفقاعة الأمنية. يقع سهل مرغب المعروف بخصوبته في إقليم بغديس، وهو محاط بسلسلة جبلية وشبه صحراوية. نحن في أحد المراكز القتالية المتقدمة 17 التي أنشئت في هذا السهل من طرف قوات حلف الأطلسي لحماية السكان من هجمات المتمردين. فقاعة أمنية تسمح تدريجيا للفارين من أعمال النهب واعتداءات جماعات حركة طالبان وقطاع الطرق من العودة إلى بيوتهم. ومثلما تجري الأمور في مناطق أخرى، يحاول جنود حلف الأطلسي توسيع محيط المناطق الآمنة قرية بعد أخرى. العدو مشتت في الظرف الحالي. ما زالت عدة مجموعات من المتمردين تتكون من 3 إلى 4 أشخاص تنشط، لكن بعون الله لا قدرة لهم على إعادة التجمع وتنظيم أنفسهم. نحن واثقون بأن بلا مرغب ستكون آمنة. الأوضاع هدأت من جديد لأن المراقبة الدائمة التي تقوم بها قوات الأمن الأفغانية بالتعاون معنا سمحت بضمان الأمن وحرية التنقل والتبادل والعمل في هذه البقعة من البلاد. في كل يوم تقوم السرية بدوريات في القرية، حيث تلقى كبار أهلها الذين يقدمون لها عرضا عن حاجات السكان الملحة، سواء أتعلق الأمر بمساعدة ضحايا عمليات النهب على مواجهة صعوبات العيش في فصل الشتاء، أو بمتابعة عملية بناء مدرسة القرية أو مسجدها. الجنود يشرفون على عملية إعادة البناء التدريجية للمنطقة إلى جانب المدنيين، لكن بحذر. لا يمكنك أبدا أن تتخلى عن الحذر. ليس لدينا أي نوع من المشاكل مع السكان المحليين، لكننا نخشى الغرباء. لا مجال لتصبر جنود السرية بدون قبعة معدنية وصدرية واقية من الرصاص للقيام بدورية في القرية. الناس هنا لا يطيقون رؤية قوات التحالف أو عناصر طالبان. نحن ضعفاء، فعندما كانت عناصر طالبان هنا لم نكن نشعر بالأمن. قوات إيساف وفرت لنا بعض الأمن. لا يمكنهم الذهاب في الظرف الحالي لأن عناصر طالبان قد يعودون إلى المنطقة، وما دامت هذه القوات هنا فالأفضل أن يعيدوا الأمن نهائيا إلى المنطقة قبل أن يرحلوا. الاستقرار ضروري لكي تتمكن الحكومة الأفغانية من التحكم في الأوضاع، وعلى الحكومة أن تدعو إخواننا في طالبان والآخرين إلى المصالحة الوطنية. التحدي يتجاوز حدود أفغانستان، وإعادة الأمن والاستقرار لسهل مرغب وبقية مناطق البلاد أمر أصبح أكثر استعجالا من أي وقت مضى، وإلا قد تنفجر الفقاعات الأمنية من جديد.